السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ ان شاء الله بخير. موضوعنا اليوم لكتشر 6 عن الدفرنشيشن. طبعا هذا اخر موضوع ضمن النصف الاول من القرار الدراسي. حتناول هسه الجزء الاول منها اللي هي المشتقة قواعدها. هي المشتقة شنو تعريفها؟ شو تمثل بالنسبة للدالة؟ ونتناول قواعدها، قواعد المشتقة اللي طبعا اكو جزء منها انتم ماخذينها ضمن الدراسه الاعداديه، وبعدين ناخذ الاشتقاق الضمني والمشتق لبعض الدوال مثلا الدوال المثلثيه، والجزء الاخير اعطيكم اياه ان شاء الله نتناول تطبيقات المشتق. اجي هسه شنو تعريف المشتق؟ المشتق شو تمثل؟ The definition of derivative. المشتقه بالنسبه للداله هي مقياس لمعدل التغيير اللي يصير بالداله نسبة إلى تغيير يصير بالنسبة للانبوت فاليوز لهاي الدالة. يعني أنا عندي الواي، التغيير اللي يصير بالواي نسبة للتغيير اللي يصير بالاكس. المشتقة بالنسبة للدالة وهذه الدالة عندها متغير واحد عند نقطة معينة، إن وجدت هاي المشتقة؟ المشتقة تمثل السلوب، يعني الميلان بالنسبة لمنحني نحن نسميه بالتانجنت لاين، هذا المنحني تماس للدالة. فالمشتقة بشكل عام تمثل هي السلوب، السلوب بالنسبة للتانجنت لاين. توضيح أكثر، هذا عندي هذا الفيجر. شوف شو تلاحظون بهالفيجر؟ عند الدالة هي واي، واي اف اوف اكس، هذا هو اللاين، هذا المنحني بالنسبة للواي. وعندي هذا اللاين الوردي اللي يمس الدالة عند النقطة بي، هذا هو نسميه احنا بالتانجنت لاين. فالمشتقة شو تمثل؟ احنا قلنا بالمحاضرة الليمت انه كل لاين له سلوب، والسلوب هي عبارة عن قيمة من خلالها اني استخرج معادلة اللاين. بس اذا كان هذا اللاين هو تانجنت يعني تماس، مماس للدالة عند نقطة معينة، فشون اقدر اني اطلع معادلته؟ اطلعها من خلال ايجادي للمشتقة لهذه الدالة. فاحنا شو نلاحظ؟ انا عندي هاي الداله واي تساوي اف اوف اكس عند النقطه بي، هذا عندي تانجنت لاين يمس الداله بالنقطه بي، وعندي لاين اخر احنا نسميه بالسيكن لاين اللي هو القطع، لاين يقطع الداله بنقطتين. طبعا انا موضوع اللي متطيتكم شلون نطلع السلوب من عندي لاين يقطع الداله بنقطتين، اخذ دلتا واي على دلتا اكس، فنقول دلتا واي على دلتا اكس اطلع قيمتها يطلع لي السلوب اذا انا عندي لاين يقطع الداله بنقطتين. لكن في حاله التانجنت يمس الداله بنقطه واحده، شلون اتعامل وياه؟ ايش الاحظ هسه انا عندي من هذا الرسم؟ القي انه السيكند لاين، هسه انا عندي سيكند لاين والتانجنت لاين اثنيناتهم متقاربين، بس شو لاحظ اكثر؟ أساني عندي هذا السيكند لاين إذا أني قاربت الكيو بوينت، هاي النقطة الكيو إذا قاربتها من البي، راح هذا السيكند لاين يقترب من التانجنت لاين وينطبق عليه ويصيرون لاين واحد. بالنتيجة أقدر أني من خلال السيكند لاين ألقي معادلة التانجنت لاين. حط توضيح أكثر، هاخذ مثال وأوضح لكم إياه بشكل أبسط. عندي هسه مثلا الدالة y f of x هي x سكوير، وعندي نقطة p x نوت y هي 2 4، والنقطة الأخرى ال q هي بدلالة ال x سكوير 2 زائد h، وعندي f of 2 زائد h. طبعا ال h تمثل، إذا لاحظ أنا بالمعادلة هاي هذا الرسم، h تمثل مقدار التغيير بالx، يعني دلتا x من x نوت لل x نوت زائد h، الإضافة اللي صارت بالإكس. أجي هسه أنا عندي هذا المعطيات، عندي الدالة وعندي النقاط، وأريد ألقي معادلة، مطلوب أنه ألقي معادلة التانجنت لاين اللي يمس الدالة عند النقطة P. هسه حتى أنا أستخرج قيمته، هسه نفس الرسم بس حطينا الأرقام. أول شي بالبداية أروح على السيكند لاين، أنا السيكند لاين يقطع الدالة بنقطتين ال P وال Q. زين اجي هسه انا عندي سيكند سلوب حتى طلع قيمته هي دلتا واي على دلتا اكس. اجي هسه دلتا واي شو تمثل؟ تمثل واي 2 ناقص واي 1. واي 2 شو تمثل؟ تمثل قيمه الداله عند النقطه الجديده اللي هي 2 زائد اتش.
واي 1 أنا عندي هي قيمتها 2 معطات على دلتا اكس اللي هي اتش تمثل مقدار الزيادة، إن هي دلتا اكس هي تمثل 2 زائد اتش ناقص 2، فتبقى عندي بس اتش. اتش هسه اعوض تطلع عندي، طبعا بعد الاختصارات تطلع عندي السيكن سلوب هي اتش زائد 4. هذا شي يمثل، يمثل السلوب بالنسبة للسيكن لاين. هسه لحد هسه كله طبيعي، انه اني طلعت السلوب بالنسبة للسيكن لاين. هذا السلوب هي طبعا قيمة، من نعوض احنا عن الاتش قيمتها راح اطلع قيمة السلوب واطلع معادلة السيكند. طبعا هذا السلوب مهم بالنسبة للاين طلاب، اذا قيمته بوزيتيف معناتها هذا اللاين انت راسمه باتجاه التزايد، يعني هذا انكريز لاين، واذا قيمته بالسالبة معناتها هو باتجاه الديكريز يقل. اجي هسه اني اريد اطلع معادلة التانجنت لاين، وحتى اطلع قيمتها لازم اني اعرف السلوب للتانجنت لاين. اذا ارجع للرسم الاحظ انا عندي التانجنت لاين، اذا هاي نقطة الكيو والبي قاربتها وخليت المسافة بيناتهم كلش قليلة يعني شبه صغيرة تقريبا صفر، راح ينطبق السيكند لاين على التانجنت لاين. فبالنتيجة راح احاول اني ادرس هاي الحالة، اذا كانت المسافة بين الاكس نوت والاثنين زائد اتش كلش صغيرة، واريد من خلالها استنتج السلوب للتانجنت لاين. اجي هسه حتى ادرس هاي الحالة اخذ الليمت اذا كانت اتش تقريبا صفر، يعني ماكو فرق بين النقطتين، وانا عندي حط معادلة اتش زائد 4 اللي هي شو تمثل؟ تمثل السيكن سلوب، راح تطلع لي قيمة، القيمة هي 4. هاي القيمة اللي طلعت لي هي تمثل السلوب للتانجنت لاين. زين، فعليش استنتج؟ انه انا هسه طلعت السلوب بالنسبة للتانجنت لاين، اطبق المعادلة، انه انا حتى اطلع معادلة اللاين عندي واي تساوي، طبعا انا هنا كتبت لكم الخطوات لاستنتاج معادلة التانجنت لاين حتى القيها. اول شي لازم انا احسب الاف، هذه هنا to find the tangent to the curve، انا عندي curve وعندي مماس الى عند نقطة محددة واريد القي له معادلته، فحتى القيها اول شي احسب الدالة الاف عند النقطة بي اكس نوت، واطلع النقطة الاخرى الكيو الاف قيمتها عندي شو النقطة، وبعدين احسب السلوب، بس احسب السلوب للتانجنت لاين انه اخذ الليمت للاتش ابروتش زيرو، فالناتج هذا يطلع لي، يطلع لي ام، ام اللي هي السلوب للتانجنت لاين. اذا وجدت له قيمة راح اطلع معادلة التانجنت لاين، هي شو تقول المعادلة؟ تقول ان واي تساوي واي نوت زائد ام في اكس ناقص اكس نوت، طبعا هذه هنا هي المعادلة واي ناقص واي نوت تساوي ام في اكس ناقص اكس نوت، بعدين نقلت الواي نوت للجهة الاخرى، هذه هي المعادلة، معادلة التانجنت لاين. هسه اجي ارجع لي فوق، انا عندي طلعت السلوب قيمته ام، هنا هي السلوب طلعت قيمته 4، فعوضت واي تساوي 4 هاي تمثل واي نوت، لان انا بداية السؤال قلت لك انه البي يحسب لي اياها عند نقطة 2 4، فعندي y تساوي y نوت 4 زائد m قيمتها 4 في x ناقص x نوت اللي هي 2، فهاي هسه المعادلة الفوق هي معادلة التانجنت لاين. فهنا أنا عندي السلوب شو مثل لي؟ مثل لي العفو، هنا عندي السلوب مثل لي الديريفيتيف عند هاي النقطة، المشتقة عند هاي النقطة اللي هو المماس للدالة. أجي هسه ناخذ مثال آخر عليها. طبعا ايش نستنتج؟ انه انا اذا عندي الليمت وجد معناتها المشتقة موجودة للدالة عند هاي النقطة، وهاي ملاحظة مهمة سأعطيكم مثال عليها. هذا القانون طلاب اللي هسه انا طبقته واللي لقيت من خلال قيمة السلوب اللي هو يمثل المشتقة للدالة عند هاي النقطة، هذا يمثل الديريفيتيف باي ديفينيشن، يعني انا اذا اقول لك اللي هي المشتقة باستخدام الديفينيشن، فالاف برايم اوف اتش تساوي ليميت از اتش ابروتش 0 اف للاكس زائد اتش ناقص اف اوف اكس على اتش، طبعا بشرط انه هاي المعادله معادله الليميت تنوجد. زين، فهذا يسموه
derivative by definition. حنت مثال آخر. Find the derivative of the following function using the definition of the derivative. أطلب منك تلقين المشتقة باستخدام التعريف اللي قبل شوي أخذناه. عند الـ f of x تساوي 2x سكوير ناقص 16 x زائد 35. طبعا احنا هاي الدالة حتى أنا ألقيها طبق القانون. f prime of f حساوي limit as h approach 0 f بدلالة x زائد h ناقص f of x على h. أجي هسا مجرد مكان كل x أعوض x زائد h بعدين ناقص المعادلة على h. أجي هسا طبعا لازم شوية أبسط بالمعادلة حتى يتلافى الزيرو. طبعا أفتح المعادلة وأبسطها فتطلع المعادلة عندي. أختصر الـ h راح يطلع لي limit as h approach 0 4x زائد 2h ناقص 16. آخر شي finally نخلي صفر مكان الـ h وأشيل الـ limit. الناتج اللي طلع لي هي الـ derivative للدالة. زين بس هنا أنا شنو ما مطيت قيمة، ما مطيت النقطة قيمتها شقد، رايدة بس مجرد المشتقة باستخدام الـ derivative. فمن هذا شو نستنتج طلاب؟ المشتقة لهاي الدالة هي 4x ناقص 16، هذه هي المشتقة باستخدام التعريف، والمشتقة طبعا يرمز لها المشتقة اللي تمثل الـ first order يرمز لها عدة رموز، أما f prime of x، y prime dy على dx، df على dx، df of x على dx، هذه هي رموز المشتقة الأولى. هذا المثال مهم، هذا المثال أوضح لكم به فقرات أنه الليمت لازم يكون موجود حتى تنوجد المشتقة. Find the derivative for f prime of 0 for f of x يساوي قيمة absolute value of x. طبعا هنا أنا الـ x not مطيتها قيمتها صفر، يعني تلقيه المشتقة تعوض الصفر بيها وتلقي لها قيمتها. فأجي هسا وأنا عندي absolute value، أجي رأساً هسا أعوض. أنا هنا مطيت قيمة الـ x نوت فأجي أعوض، أقول f prime of 0 حيساوي لي limit as h approach 0 f، راح أعوض مكان الـ x زائد h أخلي 0 زائد h ناقص f of مكان f of x f of 0 وأكمل أحط المعادلة القيمة المطلقة يطلع لي limit as h approach 0 absolute value للـ h على h. هسا لازم هاي الـ absolute value ألقي لها حل، ما يصير أتركها بهالطريقة. أنا أعرف الـ absolute value خلناها بالبداية، بداية المحاضرات البداية، إنه الـ absolute value أما هي قيمتها positive إذا كانت الـ h أكبر أو تساوي صفر، أو negative إذا قيمة الـ h أصغر من الصفر. فأجي أعوض. طبعاً في هاي الحالة شي صار عندي، لازم أخذ الـ limit بالاتجاه، يعني أتذكر موضوع الـ limit من عندي قيمتي للدالة، قيمة مثل الأرقام اللي أكبر منها، أكبر مثلاً هنا عندنا أكبر من الصفر والأرقام الأصغر من الصفر، معناتها أخذ الليمت بالاتجاهين left hand والright hand. أعوض، راح أخذ left hand أنه أفترض الـ h approach 0 من جهة left فنخلي minus، راح أخلي هنا أشيل الـ absolute value فأعوض مكان الـ h minus h فتطلع الناتج ناقص 1. أخذ جهة الright وأعوض مكان الـ absolute value الـ h h لأن باعتبارها positive فصير عندي 1. فش ألاحظ؟ ألاحظ أنه الليمت بالجهتين ما مساوي. احنا قلنا لازم الليمت بالاتجاهين يساوي، يلا الدالة عندها ليمت عند النقطة صفر. زين فهذا معناته انه الدالة ليمتها ما موجود. فاهمين اقول انه اذا ليمت ما وجد معناته انه هاي الدالة ما الها مشتقة. فش استنتج انه if the limit doesn't exist then the derivative doesn't exist. فالمشتقة ما موجودة لأن الليمت من وجد. فش أستنتج استنتاج آخر إنه أنا إذا الدالة قابلة للاشتقاق يعني differentiable عندما x يساوي a معناتها إنه هاي المشتقة موجودة. يعني الدالة شو وقت تسميها differentiable؟ من تكون المشتقة موجودة فالدالة تكون differentiable، وإذا أنا عندي فترة لازم تكون الدالة قابلة للاشتقاق ضمن نقاط هاي الفترة.
وإذا الدالة قابلة للاشتقاق عند نقطة معينة احنا نسميها x يساوي a، معناتها هذه الدالة continuous function عند x يساوي a. ها، وأكو مصطلح آخر اللي هو احنا عندنا derivative والdifferentiation. differentiation معناتها البروسيس، عملية إيجادك للمشتقة نسميها differentiation، differentiable يعني بعد الاشتقاق نسمي الدالة قابلة للاشتقاق. هسا أنا عندي رول، الدريفيتيف رول. هذه الدريفيتيف رول طلاب أغلبيتها مرة عليكم، أكو بيها رول مرة عليكم أخذتوها. طبعا تنقسم إلى قسمين، أكو رول بالنسبة للباور وحالة الرفع، المالتيبلز، الصام، الدفرنشيشن يعني عند الضروب القسمة الطرح، وعند رول أخرى نسميها بالتشين رول. ناخذ هسا الرول الاولى. اول شيء انا عندي ذا كونستانت، مشتقه الكونستانت صفر، وهي معروفه عنها. من انا عندي ذا واي تساوي لي كونستانت، فمشتقه الكونستانت صفر. مثلا انا عندي الاف اوف اكس هي 8 مشتقتها صفر، زين. وعندي حاله الباور رول، اذا الان كانت عندي اكس اوف ان والان هي بوزيتيف نمبر، فالمشتقة لها انه اضرب في ان والاكثر فاعل ان ناقص واحد، وهذا مثال همين توضيحها عنها. اذا عندي كونستانت مالتيبل، اذا انا عندي كونستانت مضروب بالدالة، فبالنتيجة انا الغي المشتقة لهاي الدالة واضربها في هذا الكونستانت. مثلا انا عندي هنا عندي الاف اوف اكس يساوي لي سي مضروب في اليو اوف اكس، زين. يعني عندي دالة هي اليو اوف اكس مضروبة في سي وبعدين تعطيني الاف اوف اكس، وسي هنا عندي ناقص واحد، فمجرد انه انا ناقص واحد اقدمه على المشتقة واشتق اليو للاكس واعطي الناتج. طبعا هاي هنا اني بروف لهذه الرول بالنسبة للكونستانت مالتيبل مالتيبليكيشن. عندي هنا شنو دي على دي اكس، حتى اني اثبت صحة هذه الرول استخدمت الديفينيشن اوف ديريفيتيف، ان قلت دي على دي اكس لسي في يو يساوي ليميت از اتش ابروش 0 سي في يو بدلاله الاكس زائد اتش ناقص سي في يو بدلاله الاكس، زين. فصار عندي انه سي تنضرب، اطلع سي خارج الليميت، حيصير عندي سي في ليميت اتش ابروش 0، وهذه المعادله، هاي هسه المعادله ليميت يو بدلات x زائد h ناقص u of x على h، هاي تمثل هي du على dx. هسه اذا انا كان power negative، اذا عندي power negative بس بشرط انه ال x مو صفر، لان احنا نعرف negative واحد عليه، فشان الاقي المشتقى ايضا نفس التطبيق، انه اضرب في n وال x راح تروح على n ناقص واحد، بس ننتبه عندنا شرط الناقص. هسه انا عندي example دي على دي اكس، عندي واحد على اكس، الواحد على اكس تصعد تصير ناقص اكس الاس ناقص واحد، فاضرب في ناقص واحد والاكس اطرح منها واحد فيصير اكس الاس ناقص اثنين، ارجع انزلها للاكس للمقام فصير ناقص واحد على اكس كوير، فلازم تكون هاي الاكس كوير هي مو صفر. اذا عندي الدريفيتيف بالنسبه للصمول ايضا نفس الشيء، حوزع الدريفيتيف، لان انا عندي اليو والفي هما عباره عن دالتين، فحتى انا القي المشتقه لهاي الدالتين اليو والفي الاثنين هما دالتين بدلاله الاكس، اوزع الاشتقاق على الحدود، يعني بين قوسين انا عندي بولينوميالز متعدده حدود الداله فاوزع المشتقه على الحدود. مثلا عندي هسه مثلا الواي تساوي اكس اس 4 زائد 12 اكس، فراح اصير عندي دي واي على دي اكس تساوي لي دي على دي اكس بالنسبه لاكس اس 4 زائد دي على دي اكس لل 12 اكس واعطي ناتج، فمجرد انه توزيع. عندي حاله، عندي هنا مثال تطبيقي، finding horizontal tangent. does the curve y تساوي اكس اس 4 ناقص 2 اكس كوير زائد 2 have any horizontal tangent؟ if so where. طلاب ايش اقصد بيها؟ انا عندي هسه هاي الداله، هسه احنا عرفنا التانجنت لاين هو المماس، فعندي هسه هاي الداله، طبعا هاي الداله من ترسم او داله منحنيه، يعني هي بها اكسس 4 اكس تربيع منحنيه وعندها تانجنت، هذا التانجنت شبيه هوريزونتال، هوريزونتال معناتها انه هو افقي،
أكو شيء إنه أني دائما اللاين إذا كان أفقي مشتقتها تكون صفر. زين ليش؟ لأن أني الأسلوب عندي لللاين اللي يكون بزاوية، فمن تكون الزاوية يعني عندي الأسلوب لللاين اللي يتمثل المشتقة، بنفس الوقت هي تمثل التان لميلان هذا، يعني التان فونكشن لزاوية ميلان هذا اللاين. ان شاء الله نعطيكم اياه توضيح اكثر. فاني هنا من اقول لك اريد الهوريزونتال تانجنت ويكون هوريزونتال، معناته الاسلوب له هو صفر. ليش؟ لان الزاويه اللي راح يميل بها هذا اللاين بالنسبه للداله الزاويه هي صفر، فزاويه الميلان صفر مشتقتها تكون صفر. فاجي هسه انا عندي هسه هاي الداله واريد اعرف هاي الداله لها هوريزونتال تانجنت، اجي اشتق الداله دي على دي اكس، عندي اكس اس 4 ناقص 2 اكس تربيع زائد 2، المشتقة راح تطلع ناتجها 4 اكس اس 3 ناقص 4 اكس. هسه شو اسوي؟ القي النقاط اللي يكون بيها اللاين للدالة هوريزونتال. انا عندي ملاحظة انه هي يكون هوريزونتال تانجنت، معناتها السلوب صفر، فاعوض بالمشتقة. انا عندي 4 اكس اس 3 ناقص 4 اكس يساوي صفر، واطلع قيمة الاكس راح تطلع لي اكس قيمها 3، عندي 3 قيم الصفر والواحد والناقص واحد. طبعا الاربعة طلعها، اربعة اكس طلعها خارج هذا القوس، فيصير اما اربعة اكس يساوي صفر يعني اكس يساوي صفر، او اكس تربيع ناقص واحد يساوي صفر، فيصير عندي اكس تربيع يساوي واحد، فاشيل التربيع صار اكس يساوي زائد ناقص واحد، فيصير عندي هسه 3 قيم. اشوفها هاي الدالة، هاي الدالة طبعا رسمها سهل، مجرد انا اعطي قيم للاكس ونظيرتها الواي. هلاحظ بالصفر عندها هي مماس افقي هوريزونتال تانجنت، وبالواحد وبالناقص واحد. فطلاب الهوريزونتال تانجنت يكون افقي، الميلان الى زاويتها صفر، فبالنتيجه السلوب الى المشتقه الى تساوي صفر. ان شاء الله واضح. اجي هسه الدريفيتيف رول، اذا انا عندي برودكت، اذا انا عندي حاله ضرب، عندي اليو والفي هي تو فانكشن واريد اطلع لهم المشتقه. اجي هسه القاعده شو تقول؟ الداله الاولى في مشتقه الثانيه زائد الداله الثانيه في مشتقه الاولى، اعوضها. هذا قانون هم يمر عليكم، واي تساوي 1 على اكس في اكس تربيع زائد 1 على اكس. هذه هنا اقدر اعتبر انه 1 على اكس هاي داله، وبين اقواس هي داله ثانيه، واطبق الرول عليها. فأقول الأول، الأول هي 1 على إكس في مشتقة الدالة 2 إكس ناقص 1 على إكس تربيع زائد الدالة الثانية في مشتقة الأولى هي يصير ناقص 1 على إكس تربيع، لأن يعني عندي 1 على إكس، فيطلع الناتج 1 ناقص 2 على إكس أس 3. حالة اللي عندي القسمة أيضا، إذا عندي بسط ومقام، بس بشرط يعني أنا عندي اليو أوف اليو اليو اوف اكس على الفي اوف اكس، بس بشرط انه الفي لازم تكون صفر. هاي الداله ايضا نفس الشيء، حقول مربع المقام، المقام في مشتقه البسط ناقص البسط في مشتقه المقام، بس ننتبه على اشاره الناقص لان هذا الترتيب كلش مهم. فاريد القي المشتقه، عندي واي تساوي تي سكوير ناقص واحد على تي سكوير زائد واحد، اعوضها مباشره تعويض مباشر، تطلع المشتقه 4 تي على تي سكوير زائد واحد لكل سكوير.